بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللايف وهذا البث المباشر. معكم يعني صحفي هاني شمشون، واحنا معاكم دلوقتي بننقل لحضراتكم تفاصيل اغرب حاجة ممكن تشوفها في القرن 21 بعد الالفينيات. يا جماعة الجيل اتطور قوي، اتطور جدا، وبقى عندنا دلوقتي البنات بيطلعوا هم يطلبوا الحلال، يطلبوا الزواج على سنة الله ورسوله، يطلبوه على الهوى مباشرة على النت، على النت يا عمدة. الحقيقة هقول لكم دلوقتي التفاصيل بتاعت ساندرا، سيدة أعمال راقية جدا من يعني يسمونها هنا، والاسم قد يكون مجازا، بملكة جمال المنصورة. الحقيقة ساندرا صوتها حلو ومعاها فلوس، معاها عربية وفيلا وشقتين وكمان وديعة في البنك وكل وبيت في البلد، بيت في القرية، وعندها كله، يعني عندها قبول كبير للغاية، الناس بتحبها، تطلع على النت تلاقي بالألفين واحد بيشوفوها، بيتفاعلوا معاها، يكلموها، وهي كمان تتواضع معهم وتتحدث مع الجميع. من هي ساندرا اللي قلب السوشيال ميديا بحكايات وروايات عن جوازتها في الانترنت؟ يا ترى هتقولي ايه؟ هتتجوزي ازاي على الانترنت يا فنانة؟ بكلمك بجد. والله ازاي؟ لو ربنا اراد طبعا بابن الحلال انا موافقة يعني. الحمد لله، بس هتتجوزي ازاي برضه؟ زي الناس سؤال. عادي يعني عادي. زي اي حد بيتجوز يعني. عمر محسن اول طالب اهو بيقول لك انا موافق. اوكي. عمر محسن. ايه تطلبيه ايه؟ يكون ايه؟ راجل محترم جدع شهم، ما يبصش للماديات قد ما يبص لاهتمامه بالبني ادم. لا هو يبص طبعا يعني ده اساسي ماشي، بس لكن يبص للبني ادم اللي هو اختاره. بس يعني طب طالبه منه كام مهر؟ 25 قرش. ما عنديش حاجه اسمها مهر واطلب قايمه والجو ده كل ده انا معترضه عليه اساسا. ايوه بس انت الاساس بتاعك هو 25 قرش، المهر الشرعي بالظبط زي ما بيقولوا بالظبط. طب ساندرا برضو الموضوع غريب شويه. لا والله اشتبك معاك عادي جدا والله. الموضوع يعني غريب يعني خالص، مش ناقصك اي حاجه خالص. جميله جدا، الله يرضى عليك. الجمال جمال الروح. تطلع على النت ليه؟ عندي زي اي حد بيعمل كده، ما كتير عملوا دكاتره، مهندسين، ناس كتير، مهندسات، ناس كتير عملت ده. مش عيب ولا حرام ان انا اطلب لنفس العفه يعني. لا صح، لا صح، وبعدين حلال بالظبط. تطلبيه يكون ايه؟ واحد اعزب، اثنين متزوج، ثلاثة مطلق. ولا واحد في دول يعيبهم حاجة، بس لو الأعزب طبعا عادي مفيش مشكلة، المتزوج ده هيبقى عادي، بس لو عدل، يعني لو عدل ما بين الاثنين ما عنديش مشكلة خالص. يعني ممكن يعدل فتقولي عادي I will do. بالظبط هتقولي I will do، بس ربنا ما يجعلناش نظلم حد يعني. طبعا. طب قوليلي الناس ليه يعني بتهاجمك، والناس ليه برضو بتحبك؟ انتوا بتحبوها ولا بتهاجموها؟ جننونا. ساندرا إثارة جدل اصلا. ساندرا انا بحب اعمل كل حاجه جديده وغريبه، فمفيش حاجه لما اعمل حاجه انا حبيتها فكرت فيها وقلت اعملها يعني. طاقت في دماغتي فعملتها، مفيش حاجه يعني مش جديده. بلغه يعني رقيقه كده. قولي لزوجك المستقبلي عن حياتك هتبقى معاه شكلها ايه؟ هقول له هاي يا بيبي ان شاء الله ربنا يجعلني. هتقولي لي يا بيبي. اللهم صل على النبي. ربنا يجعلني ان شاء الله زوجه صالحه ليك، اكون سبب سعادتك وجنتك على الارض ان شاء الله، وما اكونش اي هم على قلبك خالص، واكون خفيفه كده على قلبك ان شاء الله. وبعدين يعني كل حاجه هتتغير لو انت عايز يعني ان شاء الله باذن الله. هل ممكن اي حاجه مزعله حتى لو الفن؟ لو قال لي اقعدي هقعد. الله، ده انت للدرجه دي؟ لو قال لي اقعدي هقعد للدرجه دي، يعني انك انت موافقه على كل طلباتك؟ بالظبط. ما لو قال لي اعتزلي عن الفن طبعا هبقى بستفيد. هنفذ طبعا كلمه الراجل سيف. وليفترض مثلا سين او صاد او عين من الناس وجيه عين حبه عيني تعبان في الحر، وانت سيده اعمال، ممكن تمهدي له في البيت الجو للراحه ازاي؟ يدغسل له رجلتينه طبعا وتهيئ له الجو الحلو. ايه يا فندم؟ يدغسل له رجلتينه من الجو الحر ويتهيأ له الجو البيت جنه. ما هو بيجي طلعان عينتينه بره في الشغل يعني، وفي الحر برضه زي رجلتين. وطلعان عينتينه بره، فهيبقى عايز يروح البيت ده يحس ان في جنه كده في البيت. في ستات بقى، انت كنت فين؟ ايوه كنت مش عارف ايه مع مين. لا مفيش، هو مش محتاج النكد على فكره، الرجاله محتاجه تتدلع، ده حقيقي والله العظيم. انت مصدوم يا عيني، معلش انتوا عشان جوزاتكم وروكوا الويل، فالموضوع صعب. انا لسه سنجله. انت سنجل بس. انا بتكلم على يعني على مشاكل صحابي مثلا. يا عيني ممكن يكونوا مثلا ايه بتضربوهم، بيضربوهم يا عيني.
بتضرب جوزها. انا شفت ستات بتضرب. عارفه واحد صاحبي كانت النبي زي ما بكلمك واحد صاحبي عشان يهرب من مراته جمعنا كلنا على العزاء. المهم لما جمعنا كلنا على القهوه فقعد قال يا جماعه انا عايز اسهر معاكم الليله وخايف من المدعوكه اللي في البيت، قال كده خايف منها في البيت. فيعمل ايه؟ قوم مشغل القران الكريم. وبعد كده قام اتصل بيها قالت له انت فين يا بيبي؟ قال لها انا في عزاء. قالت له عزاء مين؟ قال لها جمال عبد المسيح. قالت له ده انا سامعه صوت قران. تعالى بقى انت فين؟ وعملت له حوار وحكايه. انت فاهم انا بتكلم ايه؟ ايوه والله لا الستات مطلعين عينتين. يعني حرام انتوا بتطلع عينتينكم صراحه يعني. هو انا عصبي وكل حاجه بس يعني مش لدرجه ان انا اضرب واشتم والجو ده يعني. عايزاه موظف ولا رجل اعمال ولا كابتن؟ عايزاه راجل محترم. ايه؟ راجل حنين ومحترم. كتير والله كتير. ما فيش راجل عليه عيب. ما فيش راجل فيه عيب على فكره ولا في راجل فيه غلط. بس دايما العيب بيجي من الستات. والله العظيم انا مع انها يهاجموني الستات بس دي حقيقه. الست دايما هي اللي نكديه، الست دايما هي اللي مخليه جو البيت كئيبه، الست دايما هي اللي مخليه لا او وصوت عالي وبتاع. ما هو ده هم برضه عليها ومسؤوليه بس برضه يعني حرام. مسح وكنس وغسيل وبرضه الموضوع مش سهل برضه. فنشيل بعض، شيلوا بعض يا جماعه، حبوا بعض. ممكن تغسلي رجل جوزك وانت سيده اعمال؟ طبعا. عندك عربيه وفيلا، ايه المشكله؟ عيش البرستيج بتاعك. كل ده هيزول، المنظر هيزول، المظهر هيزول، المال هيزول، مش هيبقى الا الحب والمحبه هي اللي هتدوم معانا للاخر. محتاجاه من محافظه ايه او من دوله ايه؟ مش شرط خالص محافظه، مش شرط خالص دوله. الله. والله اصل الجميلات امثالك دايما يقول لك ساري عربي خليجي. لا 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 ساري عربي خليجي. مش بصة. مش بصة للكلام ده. الحمد لله انا عندي الفلوس والمستوره. فمش بصة لكل ده، انا بصة للستر وبصة لراحة البال والهدوء وحد يهتم بيا، انا بحب الاهتمام جدا يعني. بس لو قلت لك يعني فيما هو قادم ممكن تعملي ايه جوزك؟ شدي رجل الراجل تعملي له ايه؟ يعني واحد بيحبك وانت هتحبيه لان هو بيحبك. تعملي له ايه عشان يعني يجي يرتبط؟ هو هيخاف هو وراء كل هيخاف انه انت عندك عربيه وهو ما عندوش. اوكي وراء كل رجل عظيم امراه. الست هي اللي بتبقى في ظهر الراجل عشان يقدر يبقى يبني نفسه، يقدر يبقى حاجه جميله. ايوه. مش الست اللي بتاخد من التله يختل لحد ما هيقع مش هيلاقي ياكل. لا، الست الشاطره هي اللي بتدعمه بتوقفه على رجله بتوقف ظهره. هو ده كده يعني، هو ده الصح. طب فانا هبقى في ظهره ان شاء الله لحد ما يبقى حاجه جميله زي ما هو بيتمنى يعني. في واحد من الجيزه برضو عايز بيتمنى الزواج منك بس هو عنده شرط لازم يعرف سنك كام. لا مش قايله، استنى يعني عارف يعني مثلا اسمحي لي انا اقول اوكي 22 سنه. لا اكتر شويه. 22؟ لا اكتر شويه. اكتر من كده؟ 3؟ لا. 4؟ لا. طب هيبقى في الرينج ده؟ لا اعلى شويه. اعلى شويه. تقبلي ان يبقى في زوج مرتبط يعني زوج مرتبط باثنين؟ بس انا ما طلعتش للثلاثينات والاربعينات لسه بدري. يعني قبل الثلاثينات. قلتي لي. طيب تقبلي ان زوجك يبقى من الناس المرتبطه سابقا؟ عادي. اصل الستات بتقول لك لا ده ده مطلق. لا هطلع عينيها وهيجي يطلع عينيها. لا من بابه مش مش طالبه ده. لا لا خالص صدقوني خالص. الراجل راجل ما يعيبوش اي حاجه خالص صدقني. طب قولي لنا حته كده يعني نسمع بيها صوت ساندرا للبيبول اي الناس. يلا اتفضلي. هسال واسيبك لضميرك، ما بجيش انا على تفكيرك، وانا طول غيابك يا حبيبي مش عارف اتنفس من غيرك. هسأل واسيبك لضميرك، ما بجيش انا على تفكيرك، ولا طول غيابك يا حبيبي مش عارف اتنفس من غيرك. كل سنين الشوق والهوى بقى، هتروح فين بعدينا؟ ولا كمان الحب يا هوى كده لسيبناه ومشينا؟ ليالي وانت فايت لعيوني بالدمع ده، غرقانة ليه ماشي وسايب
قلبي وعيني لسارة وحزانة، هات قلبي غيرك يداويني وانا عايش ولا تبكيش عيني، يا تقول مكانك وانا جيلك يا حبيبي ترجع وتجيني. سي أوي.